مناسبة لغو وينين يي حسكا دلشاد النبيجين محمد نحريس ينبدقل يكوركي سها أهاته أيامان تلغو قبطي مقالة مندرة بقلال شعبه أو أيهو قامين يين علماء أهل السنة والجماعة مقالة مندرة أيا سعود كسو مراي ودوين كواوين مقالة يغو سيو ودجره وقاذ يي سليغ النبيج نحريس ينبدقل يكوركي سها أهاته سعود دير كدب ولماذا يبول شذبا وحايد بغصو لابتين مسجد النور أو مركي هربا يسعود ككب اللابين ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل كان من خلفه يرى الناس فالخلف الذي كانه تلقاه ربي صلي على الحبيب محمد وعلى علماء أهل السنة أيا قدها مساجد ككب الله ومحاذروين كساب سنسيرة النبيقة وحاين حسين النبيقة نحريسي نبدقل يكوركي سهاهاتي وحسين مال انتدى لشديسا إلى عن صوم يوم الاثنين سنين تمالين كذا سون كذا لسؤالي محاذر صون تابع لين مالين كسنين تا فقال الحير فيه ولدت وفيه أنزل علي مالين كسنين تا ومالين كلا إدالي مالين تا دحدة ذا لا إدالي مالين تا سدحدة ذا أنا وحي لي مسود تجيبه مرك النبي عليه الصلاة والسلام هدي مولد كيسي وينيو أو كفر حي أو كسر حي مال ما مالين كأول شيء محو أو كفر حي محو أو وشو فيه أو محو كحسي مولد كيسي صامبو كحص أيوه أو احتفال على نبي مولد كيس أو قوي هي شكرنا أو كل شكرنا أيوه نعمة وين أساق إفك أو قصو صاري أو أقول نعمة إساق يا عالم كأدمك تام عن هذا وحاول أيوه حديث ودليله يهي النبي مولد كيس اللي هو وينين كرا أو لو هو احتفال كرا أو لو هو شرف كرا أو لو هو فرح كرا أو لو هو شكر كرا نعمة داس شيك استوى ضاعه وحك استوى إلهي ذا علي سأ علماء أهل السنة والجماعة مقالة من ديرا ayaa ka cudur daartay in ay dib uga dhaceen maalintii dhalashada nabiga oo ku beegnay toddobaadkii hore waxaana bulshada muslimiinta ugu hambalyeeyeen dhalashada nabiga masaajidku weynaa madheer ayaan joogna jamaacada alsuna wal jamaaca buuraya maasha madheer waxay joogo oo dhan muslimiinta oo dhan laba xisbi maahin laba jamaac maahin alsuna wal jamaac alsuna wal jamaac waayo intaas uma joogto madheera kastoon dib ugu dhacnay maalintii 12-aadka dib ugu dhacnay xogay arimahayn anagu ma dib ugu dhacnay wax kale haystay malihin hadan waxaan diyaar u nahay banaanbax maanta nin kasto banaanbax muslimka rabaan wax soo dhaweynay nabi maxamed alayhiis soo dhaweynay waa soo dhaweynayna nabada jirto waxaan rabaa dawladda aan la dhaqanayno nin walba inas dabadka waada amaanka la sugo nabada ay mid ahaato ee rasuulka dhalashadis farax lagu farax waxa ugu weyn oo loo soo banaanbax asiga ugu weyn rasuulka kaleehi salaatu wasalaam wax kale oo musoo banaan baxin rasuulka dhalashadiisa kaleehi salaatu wasalaam farxataankeeda darteeda u soo baxay marka ummada islaamka waxa ugu tahniyeeyayna oo ugu hambalyeeyayna rasuulka dhalashadiisa kaleehi salaatu wasalaam abdi qafar umar ibraahim abdi qafar habi warbaahinta ista ismaamul kamandeera